مين النجمة اللي اتصلت بجوزها المخرج الكبير وقلت له مراتك ما بتفهمش حاجة؟ انا ما بحبش اقول اسماء، بس حد عرضت عليه دور زينب لأعلى سعر، وهي رفضت الدور وقلت لها هتندمي. وبعدين بعد كده لما زينة كسرت الدنيا طلبت جوزها وهو صديقي، قلت له قول له لمراتك انت ما بتفهميش حاجه. يعني ممثله مين يا زكي الحارة ونفس سكه زينة ومتجوزه مخرج، هتكون مين يعني؟ يا عم قول ياسمين رئيس وخلاص. ياسمين رئيس عايز تودينا بداية يا والله العظيم. خلاص تقولها انت مش انا بقى.